ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل وصفه سهله قوي وجميله، ومكوناتها كلها موجوده في البيت. هنعمل بسكوت الزبده بطريقه سهله قوي. بس قبل ما نشوف الطريقه، ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم وتعليقاتكم الحلوه. تيجوا بقى نشوف الطريقه، يلا بينا. المكونات، انا مجهزه 3 كوبايات دقيق، وهقول لكم بالظبط هو خد دقيق قد ايه، وعليهم ذره ملح، وكوبايه الا ربع سكر، وكوبايه زبده بدرجه حراره المطبخ، وبيضايه بدرجه حراره المطبخ، وفانيليا، ومعلقه كاسترد. تعالوا بقى نشوف الطريقه. هننزل بقى بالزبده والسكر مع بعض ونضربهم، وبعد ما القوام بقى كريمي كده هننزل بقى بالبيضه ونضربهم مع بعض، ونحط الفانيليا. وحطينا بقى الخليط كله في بولة، وهننزل بعد كده بقى بمعلقات الكاسترد ونقلبهم مع بعض. وطبعا الهدف منها ان هي بتدي قرمشة ولون جميل قوي للبسكوت بتاعنا. هنبتدي بقى ننزل بالدقيق تدريجيا ونقلب الخليط كده مع بعض. وده شكل العجينة بعد ما لميناها، خدت حوالي 2.5 كوباية دقيق. هنسيبها بقى ترتاح 10 دقايق في التلاجة، وبعد كده هنبتدي نشكلها. وبعد ما سبناها ترتاح، هنجيب بقى كيس ونفتحه بالشكل ده ونحط عليه العجينة، ونجيب كيس تاني ونحطه، ونبتدي بقى نفرد العجينة. هنبتدي بقى نفردها بالشكل ده بحيث ان سمكها يكون حوالي سنتي. وبعد ما فردنا العجينة بالشكل ده، هنجيب بقى اي قطاعة عندنا ونبتدي بقى نقطع بالشكل ده كده. وبعد كده جبت صينية وحطيت فيها ورقة زبدة ورصيت البسكوت، هحطه بقى في الفرن على درجة حرارة 180، كنت طبعا فتحاه من قبلها. وده بقى شكل البسكوت بعد ما خرج، جميل ومقرمش وما خدش اكتر من 10 دقايق. هنسيبه بقى يبرد وبعد كده هنزينه. بصوا بقى ظهره يا جماعة جميل ازاي، لونه جميل جدا، ذهبي وحلو. هنبتدي بقى نزينه بعجينة الايسك بتاعتنا، وديت عاملينها بالسكر وحاطين عليها لون. ممكن انت بقى تحطي مربى، شوكولاته، اي حاجه عندك انت تحبي تحطيها. وده بقى الشكل النهائي للبسكوت بعد ما حطينا عليه التوبنج. طبعا ده بقى حاجه بترجع لك، ممكن انت تسيبيه ساده، تزينيه بالمربى، بالشوكليت، اي حاجه تعجبك. وصفه سهله جدا وجميله وهتعجبكم ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لو انتم لسه جداد في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.